مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدي احكون عن تحدي التوأم بس بالأكلات الرمضانية. The Twin Therapy of Ramadan Food Challenge. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك، سبسكرايب، كمان شير، إشعارات، يلا نبلش. فكرة الفيديو هي إنه كل واحدة فينا عندها بورد وألمه، وبعدين ماما حسألنا أسئلة عن أكلاتنا الرمضانية اللي بنحبها، تخيرنا بين أشياء وإحنا لازم نكتب وحنشوف إذا طلعنا متطابقين أو لا. وأنا متأكد 100% و 500,000% إنه ما حنكون ذا الشيء. أنا رمضان بالأكل في فرق كبير، هي كثير تحب السبيت، يعني هي تحب حلويات رمضانية، أنا ما بحبها هيك يعني شوي. هلا بنشوف شو حيطلع لنا. هلا خليكم مع أول سؤال. شو السؤال الأول؟ يلا السؤال الأول. ما شفت. أفضل عصير بتحبوه؟ رمضاني يعني. ما بيصير بيبسي ولا شيء؟ ما في شيء مغازيات يعني؟ تانج، فيمتو، تمر هندي. اختاروا واحد. تمر هندي؟ أضافر واحد. بس في واحد كثير بحبه. مضطرة أنا. لا خليني اغير رايي. عدلك ثلاثة. لا وقفت. غطي. تانج او فيمتو او تمر هندي. وان تو ثري تو. زين وان بكفيش زينة. ورجوني الاجابة مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. تانتو. تانج. انا كره التانج. روان فينتو. أيوة. ريان تانك. انا ما بحب الفينتو صراحه كنت احبه زمان، كنت اشربه كثير، بس ما بعرف حسيت حالي عم بسوي بصراحه. بس انا رمضان ما بشرب اصلا فينتو ولا تانك ولا تمهدي، بشرب بيبسي بس. الفينتو اسكى. ماما ورغد بالبابا بعشق الفينتو. صح، فكر فينتو اسكى من تانك. لا تانك اسكى من فينتو. وتينجو تينجو. هاي ما طلعتوا متطابقين، رح نروح على السؤال. ولا حدا منا بحب التمر الهندي. مين بحب منا من التمر الهندي؟ يعني بابا. مش عارف. طب نعمل لبابا، مين بيعرف بابا؟ انا ما راح ادوقه، ما دقته وما راح ادوقه وما راح احبه. اوكي هلا حنروح على السؤال اللي بعده. ماما حتسالنا السؤال الثاني. هلا حسالكم بالشوربات، يا اما شوربه العدس، شوربه فطر، شوربه خضار. معروف انا شهيره بهالوجبه. جاهزه ريان؟ الجواب لازم يكون من الخيارات. هو نفسه اصلا، هو نفسه، بس انا بحطيت اسم ثاني لانه عليها. واحد اثنين ثلاثة. شرب خضار. اوكي جود، طلعتوا متطابقين. لانه انا دائما بطلب شوربه دجاج. شو كان اسمه هذا؟ هي شوربه خضار ودجاج. طيب صحيح. او ماي جاد. بهاي بس لهلا يعني متطابقين. اوكي نروح على السؤال التشالنج بعده. رح اسالكم هلا عن القطايف. بتحبوا قطايف المكسرات ولا الجبنة ولا نوتيلا؟ ولا واحدة. راح احط اي شيء، يعني اكثر شيء ممكن اكله او خير. انا بقول لا. لازم تختار واحدة. انا مكسر. انت بتاكلي واحد منهم روان؟ لا بس انا بس باكل تافهين. واحد اثنين ثلاث. والخير اجاوب جوابي. وين طايف؟ ليه طايف؟ ليه؟ يعني انتوا التلتين ما بتحبوا الأطايف؟ خلاص نسوي. انا بس باكلي براتو لان براتو طيب يكون، بس براتو هذا الشيء. خلاص انتوا التلتين ما بتحبوا الأطايف. كلنا ناكلها. ورجوا الجواب. ما بحبهم. نكتب جواب. شو انت كتبتي؟ قطايف. لا شوف جوابك. واحد. وفي حدا ما بحب الأطايف؟ احنا احتمال وكذا لو سألتوني يعني. انتي شو حطيت روان؟ لا يحب ال زيعو. انا حطيت قطايف ليه بليز، واحتمال لو كان بدي اكله او حدا يعني بعد نوتيلا بياكلوها. هي القطايف تكون نية يعني، ما بتكون مقلية.
ما متميزين ولا شيء، فكرتها مطبوخة يعني ولا واحدة. يعني أخذنا بوينت على هاي لأنه إحنا سنتين. أوكي. اثنين متطابقين وواحد لا. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده حسألكم عن السمبوسة. أوكي. معروفة. أنا أحبه. محبها. سمبوسة اللحمة ولا الجبنة ولا الخضار؟ أي نوع جبنة؟ أي نوع جبنة؟ أي نوع جبنة؟ بس أنا في سنتين بحبهم هاي. أي نوع جبنة أنا من اللي بعملهم يعني. هو بشكل عام جبنة ولا لحمة ولا خضار؟ ريان خلص قصة. واحد اثنين ثلاثة. سمبوسة لحم، سمبوسة جبنة، ومرات خضار. ورجيني. ولو جبنة كيري. مش متطابقين. ريان سمبوسة اللحمة. لحم. أنا جبنة ومرات خضار. بتحب الجبنة وخصوصا لو سألتيني عن توست رمضاني. توست ايش؟ كيري. ما في توست رمضاني. اوكي بهاي مش متطابقة. بس انا مش متطابقين. طيب مش متوقعين ما كناش متطابقين هذا الصراحة. بس نعم. هلا السؤال الرابع. هلا راح اسألكم بدون خيارات. اوكي. الطبخة الرئيسية يعني شو اكتر طبخة مفضلة عندك تكون في على طاولة يعني اللي بدنا اياها مثلا بكرة زي نفسنا فيها بكرة او على طاولة الفطور. نسينا الشوربة والسمبوسة والقصص. هاي مش مقبلات انا. شو اكلة او طبخة؟ اه اوكي بعرف هو مش مقبلات. ممكن تيجي ببالك وببال روان بنفس الوقت. مخي يا مالك مخي يا ابني مخي. يلا 1 2 3 هلا هاي اختارها ما تكون رئيسية ساعدي. وما حموت نفسي فيها. تبادي خرافية. روح دائما بليان يا كيف بليان. واحد. لا ويت. تبعتي اوبر خرافية ما كنت اعرف شو كانت. ايش اوبر ايش؟ ايش اوبر ايش؟ بقولكم اياها لما اعرف ايش كيف تبعتي. كيف بورجيكم اياها؟ ماما مش متوقعة اقول هذا لان صار لي زمان مش مريتها. هيك؟ عرفتها. روان شو هي؟ ويت انا بكتب تبعتي. هاي شيء هتخبص كمان مرة. 1 2 3 ماك تشيز. لا انا نسيت مستحيل والله ما مستحيل هذا غلط كنت دائما اسوي له اياها. قلكم شو كنت كاتبه؟ كنت كاتبه كورن فليكس. كورن فليكس طبق مستحيل ما تكون فكره زي ماك تشيز. مستحيل انت هيك دخلت كنت دائما بتسوي لنا اياها. ماما هتسوي لنا يوم سالفه ماك تشيز. اوكي بعملكم بس هاي من الاكلات مو طيبه برمضان على الفطور. طيبه بسويها مع الفتة الصغيره. اخذتوا بوينت في التطابق. يا ما احنا انا بدي شو اسمه انا فكرتي كاتبه شو اسمه فكرتي كاتبه لازانيا. شو هي بتحب اللازانيا دائما بعد ما تاكلها؟ باكلها دائما كذبيش. اوكي اذا ماكن تشيز. يلا نشوف كلها الفريكونس. نروح على السؤال اللي بعده. هلا السؤال السادس. السؤال بحكي عن السلطات. اوكي انا عرفت بقى. بتحبوا راح اعطيكم خيارات المفضل عندكم. حكتبها سلطه فتوش ولا تبوله ولا خيار بلبن. اي هاي كنت اكلها كثير. يا الله هيك انا اكلها كثير طيبه تركي كنت دائما اكلها. ثلاث خيارات فتوش تبوله خيار بلبن. ثلاثه تبوله كنا دائما كنا تركيا كده يعني طيب هيك كده في مره خيروني اختاري يا اما مولتن او ها شو اسمه تبوله. صرت اقول بديتنا حقا ما تحت اخذ بايخ. وهلا السؤال السابع نطلع برا الاكل احسن. يلا اعطينا واحده. لا بعدنا على طاوله الاكل. بتحبوا يا اما اندومي متسحر تمر او مشمش مجفف او تين مجفف؟ اكتبوا شو بتحبوا وورجوني مع بعض. واحد اثنين اثنين ونص اثنين وثلاث ترد ثلاث واحد اثنين ثلاث بزين ديت تمر ديت. اوكي جود. نروح على اللي بعده. اوكي هسألكم سؤال بالفواكه. يا اما
بطيخ، مانجا، كرز. واحد بس. واحد، اثنين، ثلاثة. كرز. في غير الكرز طيب؟ برمضان كرز. أنا توقعت تقولوا مانجا صراحة. وميرا مانجا. برمضان كرز، بالسحور مانجا وبطيخ. ميرا ملكة المانجا. أنا بعرف، أنا قرأت معلومة بالإنترنت. ليش بياكلوا بطيخ؟ عشان بيخزن ماي مثل الجمل. إحنا أيوة. بس أنا بحب السحور أكل بطيخ وبحب أكل مانجا. أنا بطيخ لما تاكليه ما بتعطشي كثير لما تصومي. أنا بسحور. بحب المانجا لأنها طيبة. أما هيك بالأيام هيك الساعات يعني لما يقدم باكل تمرة، بس بعدين ما بحبها كثير. بعدين باكل كرز، بعدين ببلش أفطر. سألني شو سحورنا المفضل. طيب رح أسألكم هلا سؤال. لو حطيت قدامكم هلا، أعطيني شيء بحبه. ثلاث صحون. ثلاث صحون، أوكي. كريم كراميل، جيلي، الجيمات. عارف شو رح أسوي؟ عارف شو رح أسوي؟ جيمات اللي هي العوام. الإماراتية صح؟ الجيمات الإماراتية. حلويات. شو الخيارات كانوا ماما؟ كريم كراميل، جيلي، الجيمات. واحد، اثنين، ثلاثة. أكيد كريم كراميل. كريم كراميل. يعني ما بقول الجيمات. الجيمات كثير كثير طيبة واللي صنعوها. في مرة ريان بتحب الكريم. في مرة أنا حبيت أجرب الجيمات وإحنا تركيا. تذكر هذاك كان يبيع وإحنا أخذنا منه كاسة. جربتها حسيتها بسوريا غير عن الإمارات. بس الإمارات أطيب. هلا السؤال الأخير اللي هو. سؤال أخير رح يكون لإلكم. أنتي أكتبي الشغلة اللي بتحبي تلاقيها موجودة في السحور، أو الأكلة، أو أي شيء بتحبي تأكليه على السحور. ريان. عادي أنا دايما بأكله. 1 2 3 ready guys. Wait حد تشيل النودلز. أنتي. روان انا شفت الجواب. شفتوا انتوا كورن فليكس، بس اللي بتكون زي السفينه هيك شكلها. كيف طيبه. انا كورن فليكس، سيريال ونودلز. سيريال وكورن فليكس. سيريال وكورن فليكس يعني. هو كورن فليكس. كورن فليكس. انت حتى على الفطور بتحبي الكورن فليكس. انا بشكل اكل من المبدا. انا دائما باكل كورن فليكس. جايز انا ما بحكي كورن فليكس، انا بحكي كورن فليكس. وهذا كان السؤال الاخير وما طلعتوا متطابقين للأسف. بس 200 خطأ. 5 من 7. انت 200 خطأ. طب شو رأيكم نعمل هذا التحدي بس بالأكل فعليا، يعني أجيب لكم الأكل. واو. وتختاروا ونصير نعمل. واو. وتاكلي طبعا بعد الإفطار. إحنا أكيد بعد الإفطار يعني. أوكي أنا موافقة. قولونا لو حابين أنا روان نعمل، متابعينا اختاروا مكونات الطبخة اللي إحنا كلها بالفطور. ما فروان؟ Yes. يعني انتوا بتختاروا مكونات الفطور الطبخه اللي حناكلها بالانستغرام طبعا. بالانستغرام بالستوري حيكون في مثلا الجيمات او اطايف. قولوا لنا بالانستغرام اذا بدكم، حننزل بوست انتوا تكتبوا عليه اذا بدكم او لا. جايز انا صف سادس. انا صف سادس كمان. قولوا لنا لو انتوا بدكم انا احط كل الاكلات اللي احنا اخترناها قدامنا وبعدين احنا سينا كل فيها. وهذا كان فيديو اليوم، وكل عام وانتوا بخير. كل عام وانتم بخير. وهذا كان فيديو اليوم. اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعاراتو. باي.